مرحبا، أنا ليبانوس. معلومة اليوم: ما هو الاحترام؟ تعرف إنه الاحترام هو من أسس العلاقات الإنسانية الصحيحة والسلام الاجتماعي ومن القيم اللي بيتمتع فيها الشخص اللي عنده أخلاق وسلوك جيد؟ وما بتكتمل منظومة القيم بدون توافر الاحترام اللي ما بيقتصر على احترام الآخرين وبس، كمان احترامنا لذاتنا شكل أساسي من أشكال الاحترام، وتقبلنا لاختلاف الناس عنا بالشكل وبالرأي وبالمستوى الاجتماعي كمان مظهر من مظاهر الاحترام، بالإضافة لاحترام البيئة المحيطة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، كما أنه عدم التدخل بشؤون الآخرين وإزعاجهم هو مظهر مهم من مظاهر الاحترام. الاحترام أساس بحياتنا.